سليمان أبا. أغا يا أغا وهد، يا أغا وهد، يلا بسرعة لازم ننقذ أمرائنا. يلا 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 بسرعة يا أمراء. جنات شوفي شو اللي صاير، رح تفوتوا جوات هالسلال والأغوات رح يطالعوكم برات القصر، رح تروحوا على القصر القديم لعند أمكم. يلا ما في وقت. لا أنا ما رح فوت جوات السلة. الله يوفقك لا تعاني، والله رح توقع على راسنا المصايب إذا حدا بيشوفنا. يلا أنتوا شو عم تعملوا هون؟ جنات أنت أكيد جنتي، إذا بتفكر توقف بوشي صدقني بقتلك بأرضك. لازم نهربهم قبل ما يوصلوا المتمردين على القصر. شفتي شو عم بيصير برا؟ خربوا الدنيا والله. الله يجيرنا. لك وينك لهلأ؟ والله ما بعرف إذا كان يلي ساويته صح ولا لا. لو إنه أمرائنا ما طلعوا ضلوا بالقصر، الله أعلم شو كان رح يصير فيهم. أنا لازم أبعث خبر للسلطانة بسرعة. أنت خليك معهم هون ودير بالك عليهم. جنات مشان الله انتبهي وديري بالك، والله المتمردين إذا عرفوا إنك مرت عمر أفندي لحتى يقطعوك شقف يكون بعلمك. التمرد ليش صار يا بلبل أغا؟ قصة طويلة يا سمو الأمير، راح أخبركم بكل شي بعدين، بس هلأ لازم نهدى ونقعد ساكتين مشان ما حدا يعرفنا. كيف يعني ما في خبر يا حجي أغا؟ كان لازم أمراء يكونوا عندي من زمان. راح أبحث بالموضوع فورا يا سلطانة. سلطانة جنات الأولاد معك؟ لا تقلقي الأمراء كلهم بأمان، طالعتهم من القصر لأني خفت يوصلوا لنا المتمردين. ولك ليش ما انتظرتينا؟ ليش ما عطيتينا خبر؟ والله متنا من الخوف عليهم. وينهم هلأ؟ المتمردين سكروا كل الطرقات، فقلت من الأأمن أخذهم على بيت الفقرة لأنه الطريق لهون خطير وبلبل معهم هنيك. حجي أغا خليهم يجهزوا العرباية. أمرك يا سلطانة. والله الله ستر منيح. ايه والله منهم. الحمد لله كانوا كثير متوحشين معنا. ايه كيف دمروا كل شيء؟ لك حرقوا كل البضاعة. شو هذا الصوت؟ يا الله يا سيدي كأنه اجوا. سامحوا لي محمد، روح دور عليه وجيبه. لا شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ ان شاء الله يا رجال خليكم بالامن. العمه شو بدها تسوي؟ لوين بدنا نروح هلا؟ اهدوا لا تخافوا. ايه لا تخافوا ابدا، لا تخافوا، رح شوف شو صاير وارجع لكم. يا رب لا تنسوا كل شيء بدنا ناخذه. امشي بطلع امشي. ما أقوله يا رب دخيلنا. سرعة افتح الباب. افتحوه لك عم انقل افتحوه. اكيد مخبيين شي جوا حتى مسكرين عليهم الباب. اسمعوني تعالوا لهون بسرعة. يلا بسرعة. قوموا معي بسرعة. يلا يلا بسرعة. يلا اركضوا بسرعة بسرعة. احنا لوين بدنا نروح؟ انا كمان جاي معكم، بدنا نروح على القصر القديم. يلا يلا بسرعة هربوا. يلا بسرعة احكوا المكان. لا 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 مراد قاسم ولادي وينهم؟ بالبلاغة والأمراء تركتهم هون وإجيت لعندك. شو اللي صاير هون؟
الظاهر المتمردين فاتوا لهون. وين رح يروحوا يا ربي؟ أنا خايفة عليهم كتير. يا ربي دخلك تحميهم. لا تفكري بأمور سيئة يا سلطانة، اطمني. بلبل آغا أكيد مع الأمراء وما رح يتركوا لحالهم أبدا. حجي آغا بتكون تلاقوهم قبل طلوع الضوء، الأمراء لازم يكونوا عندي. أمرك سلطانة. دمروا كل شيء، دمروا كل شيء. انتوا اصحاب حاله الجيش الانكساري، وهذا السلطان لازم يعرف كل اللي بدنا نهدم كل شيء. الجيش الانكساري لازم ما راح نترك حجر فوق حجر. اطلبوا يا رجال، امشوا يا اخوات، امشوا حروف كل شيء. السلطان لازم يعرف، واللي بيوقع في طريقكم اقتلوه، اقتلوه. ما بدنا نحكي لكم، بدنا نساوي. اهدى يا قاسم، كون قوي. طول ما أنا موجود ما حدا بيقدر يعمل أي شيء. لازم يعرفوا مين نحن. لازم يعرفوا مين نحن. لازم يعرفوا مين نحن. يلا يا عبدال، يلا هرمي هرمي. سلطانة، إلك من مبارح ما أكلتي شي، يعني لا سمح الله بخاف إنك تمرضي. كيف بدي أكل وأنا ما بعرف ولادي وينهم ولا شو صاير فيهم يا هيشة؟ تفضل. حجي آغا. سلطانة، دورنا بكل مكان بس للأسف الأمراء مالهم أثر بنوب. يا ربي دخيلك تساعدني، يا ربي ساعدني، يا ربي دخيلك، يا الله يا الله تساعدني. يا عم، شفت لي شي أربع أولاد صغار مروا من هون؟ لا ما شافوا. وين راحوا؟ يا ربي دخيلك. خليك بعيد، اصحى تقرب علينا. لا تخافوا يا أمراء، أنا كالندر آغا، أنا جاي مشان أخذكم لعند أمكم. وليش لحتى نصدقك؟ شو بعرفنا أنك عم تقول الحقيقة؟ سمو الأمير بترجاك وثق فيه. رجال أخوكم السلطان عثمان عم يدوروا عليكم بكل مكان. هن عرفوا إنكم هربتوا من القصر، إذا مسكوكم رح يقتلوكم. لهيك ما لازم نضيع وقت أبدا، لازم نروح لعند أمكم السلطانة قسم. قولي على نفسي شو بدي اسوي هلا.